بص اول ما قلت دلوقتي يخسر الجيم راح وشه بيتغير على طول. هم الشعراء كده. الشاعر الشاعر بيقلب عارف انت اللي هو حاجات ثانيه خالص. طيب. ايه كمان؟ ناخد حاجتين مع بعض. فضل. عشان نجري يعني. حاجتين على بعض عشان محمود ما يتكلمش. احنا ده هم سته. اسمها كده اسمها ناخد حاجتين مع بعض. شو ممكن كابتن كريم نفسيته بتبان على الهواء. الاهلي مش بس ضغط على بيراميدز وحرمه من الخروج. عمل خدعه صغيره قد كده. اتفضل. خدعه بدائيه لكنها انطلت على الراجل دخلت عليه على يوريتش. الباك فايف. خدعه الباك فايف ناس كتير قعدت تسال هو ليه مش حسين ناحيه اليمين وليه عبد قادر وينزل عبد قادر ناحيه الشمال انا بلعب عايز اكسب بلعب جيم عايز اكسب وكانت الاجابه عند مارسيل كولر تعال نشوف خدعه الباك فايف اللي الراجل عملها هو عملها ليه كان مذاكر قوي بص بقى خدعه بيراميدز وقف ثواني خدعه بيراميدز بوجود فخري لاكاي وفيستون مايلي ان فخري لاكاي اللي بيلعب وينج ليفت لكنه في الاساس مهاجم بيدخل انسايد فيسحب مع الباك رايت وقلب الدفاع ناحيه اليمين جوه الملعب فيعمل ايه يعمل شارع ناحيه اليمين بيراميدز من وقت ما فخري لاكاي لعب وبيلعب اللعبه دي فيستون مايلي يسحب شويه يمين ينزل تحتيه في السنتر فخري لاكاي فيفضي الناحيه الشمال بص هنا مفضي لمين مفضي لمحمد حمدي مفتاح بيراميدز من وقت ما ابراهيم عادل ما بقاش موجود ومن قبل رمضان بقى طول الوقت بيعمل ازاي يخلق زياده عدديه بالاطراف والزياده بتاعت محمد حمدي شفت دي شفتها تعال اوريك الراجل عمل ايه بقى يلا روح علشان اجاوب على سؤالين خالد عبد الفتاح وطاهر محمد طه يلا ودي روح روح ليه خالد عبد الفتاح وليه طاهر محمد طه وليه طاهر محمد طه يلا وبص على الوقفه اول ما الكره تتنقل من التلت الاول للتلت الثاني ووقف ماشي روح تاني بس وقف هنا ارجع تاني معلش ارجع كادر واحد بص كام لعيب في خط الدفاع يا كريم خمس مين اخر لعيب في الاهلي طاهر محمد طاهر راجع باك رايت ليه خالد عبد الفتاح بيلعب سنتر باك مش بيتوظف هو بيعرف يلعب سنتر باك مش محمد هاني هو بيعرف يلعب سنتر باك طب الراجل اللي بيلعب عليه ده جناح ولا فروت فخري لاكاي فروت فحط خالد عبد الفتاح عشان لما يرجع باك فايف يستلمه دايما مين خالد عبد الفتاح طب تعالى اوريك بقى السينكينج والتناغم والتدريب ما مش بالصدفه الراجل اللي داخل مش عاملها جدعانه طاهر بص هنا لما فخري يبتدي يتحرك ويروح فين وينزل وسط الملعب هينزل معاه طاهر مش هينزل معاه خالد عبد الفتاح روح لها تاني هل هو موقف حصل مره واحده مر واثنين وثلاث روح مين هو اخر لعيب في ناحيه اليمين طاهر محمد طاهر واخر لعيب في الملعب ناحيه اليمين هو اللي راجع بيقفل على الراجل روح للي بعديها على طول عشان الوقت يلا بص طاهر محمد طاهر راجع فين سايب فخري لاكاي داخل انسايد مع خالد عبد الفتاح كقلب دفاع بص بيسلمهوله لان هو نازل وسط الملعب فخالد مش هيسيب مكانه وينزل تحت فيعمل ثغره يطلع تاني يلعب باك رايت وينزل طاهر محمد طاهر مع فخري لاكاي خدعه الباك فايف هي خدعه بدائيه في كره القدم لكن تنفيذها بهذه الكفاءه محتاج وقت طويل وتحفيظ خلصت خدعه الباك فايف نروح النقطه اللي بعديها ماشي لو محمود مش عاوز يلا هو مش انا لا محمود مش هيتضايق هروح النقطه اللي بعديها اشبع وخلص لا محمود اتكلم على الجول محمود اتكلم على الجول تعال اقول لك هو ايه سبب الجول بقى من الناحيه الهجوميه مش من الضغط من الناحيه الهجوميه هات لي اللقطه بتاعه الجول قصه الجول القصه فين هو جاب حسين الشحات على الخط في التوقف في الدقيقه 15 ما كانش كول بريك كان واقف توقف بص على اشاره المترجم هيقول لي ايه لحسين هيقول له روح انت واقف ليه على ناحيه الشمال بس روح ناحيه اليمين واوريك ايه اللي هيحصل بعد الاشاره دي على طول بص ركز على ايد خالد الجوادي وهو بيكلم حسين الشحات بص ايده بص بيقول له ايه روح ادخل جوه الملعب وروح ناحيه اليمين هو حسين كان طول الوقت ناحيه الشمال وامام ملتزم انه في العمق بعد اللقطه دي بص كام كوره للاهلي سببها ان حسين ابتدى يدخل انسايد جوه الملعب ادي الاولى كره الجون حسين موجود انسايد هيبتدي يروح زي ما الراجل قال له ناحيه اليمين يهاجم المساحه وبعديها هتدخل والانطلاقه بتاعه طاهر والخداع اللي عمله محمود مرعي والجول هات اللي بعده مش هركز على الجول هات اللي بعده على طول بص يا كريم حسين فين بقى في نص الملعب بقى بلاي ميكر صريح وابتدى يتحرك مش ملتزم بالثبات اللي كان واخده في اول الماتش انه يفضل فاتح الملعب ناحيه الشمال يلا هاتها وهات اللي بعديها على طول اللعبه اللي بعديها اللي جابها محمود والثالثه والرابعه بنفس الشكل حسين فين حسين بلاي ميكر في وسط الملعب هدف كان هيبقى شكله حلو قوي ليه لان حسين خد التعليمات بصمه الراجل روح جوه ما تفضلش واقف له على الطرف ادخل جوه الملعب علشان انت خطورتك كلها في الصناعه اللي بعديها حسين فين الكره اللي كان عليها جدل كبير حسين في عمق الملعب واقف في زون 14 عشان يعمل الخطوره اللي بعديها على طول عشان الوقت اللي بعديها على طول هتلاقي ان حسين يا كريم داخل برضو انسايد وهو اللي بيعمل الخطوره انسايد فالجول لحسين لطاهر لوسام لكن قبل كل دول
زي كل اللقطات اللي معانا. مارسيل كولر طبعا طبعا